السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال، هدف عامل الشيرتات والحاجات اللي في البايو دي ازاي؟ دي عبارة عن ايه؟ ان انت بتعمل تصميم معين، والتصميم ده ممكن تبقى على تيشيرت عند الطلب. يعني ايه؟ يعني انت مش بتتكلف ان انت تطبع حاجات، وممكن تتباع وممكن ما تتباعش، يعني ما فيش ولا واحدة بعتهم. فانت ممكن بتحط التصميم في معارض او في متاجر الكترونية، بحيث ان هو الشخص بيبقى شايف التيشيرت، لو اشتراه بيبعت لك فلوس. طيب خليني اروح على في اليوتيوب على تحقيق الربح واقول له تسوق، تمام؟ بلاقي في كذا متجر هو بيتعامل معاهم، في شوبيفي وفي سبرينج. كل ده الفكره كلها ان انت بتدخل على المتجر دوت، تمام؟ اهوت دي متاجر ممكن ان انت تحط التصاميم بتاعتك لو انت مهتم بالتصاميم. وحاجات تانية غير التصاميم، يعني هو الموقع ده في ناس كتيرة بتكسب منه ما شاء الله فلوس كتيرة. وده برضو من المتاجر القوية. دول أكتر اتنين بدليل إن اليوتيوب معتمد عليه. في موقع تاني اهوت، دي التصاميم اللي أنا عاملها، طبعا هي متهمش حد غيري فمفيش حد بيشتريها، تمام؟ ده المتجر بتاعي اهوت، تمام؟ دي التصميم بتاعت فينيكس أكاديمي، وممكن تلاقي بيم أريبيا لو انت عايز على الشنطة. طب عايز ألوان معينة، طب عايز كذا، تقدر تختار الخلفية زي ما انت عايز، $15، $21، وهكذا. طيب بعد كده هقول له انا عايز open my own workshop today. تقدر تفتح المتجر بتاعك من هنا، تدخل بقى على المتجر، تبدأ بقى ترفع الصورة. وهو الصورة دي يعني كل اللي انت عملته ان انت رفعت الصورة، صورتك، صورة مازنجر، صورة كذا، بس المهم ميكونش ليها هو طبع او يكون فيه مشاكل، تمام؟ هو اوتوماتيك هيبدأ يحط لك الصورة دي من غير ما تقول له على التيشيرتات، الكوبايات، كل المنتجات اللي انت تتخيلها. وانت تدي الرابط ده لحد بحيث لو حد عجبته تقدر ان انت تاخد نسبة من المبيعات، تمام؟ يعني خلينا نحط مثلا بين قريب. خلاص انا رفعت الصورة، تمام؟ هو بيبدأ يشوفها السايت بتاعها مناسب ولا لأ، تمام؟ بيقول لي صغير، خلاص هرفع له الصورة تكون أكبر شوية. بلاش ديت، خلينا في دي. ممكن تكون في جامعة مثلا عاملة شعار معين أو مجموعة معينة، بدل ما يجبروا الناس، لأ خلاص أنت بقى بتختار اللي عايز يشتري يشتري أهوت. تبدأ بقى تختار الألوان، تبدأ تختار على أني حاجة، مجرد بس تدوس كليك كده يبدأ إن هو يحط لك على التيشيرت ديت. ودي الرجالة، للستات، للأطفال، تقدر تدوس بس كده خلاص يبقى ده موجود. الألوان اللي موجودة، تمام؟ وبعد كده تقول له دن، أصبح عندك المتجر بتاعك فيه كل الشعارات ده. هتبدأ بقى تختار الاسم والوصف والتاج، بحيث إيه إنها تظهر في محركات البحث كتير. وتبدأ بقى ممكن تكتب عربي انجليزي زي ما انت عايز، وبعد كده كريت، تمام؟ بيقول لك في الوصف. بيقول لي اقل حاجة تعملهم ثلاثة، خلاص قضينا الغلط. بقت موجودة بالشكل دوت. ممكن تعمل ديزاين جديد، ممكن تقول له بريفيو بحيث ان انت تشوف المنتج بتاعك اللي بقى موجود دلوقتي بالانجليزي وموجود بالفرنساوي، وممكن هو يعمل لك كرييت لحاجات تانية، وانه يقول لك الاداء في كام واحدة اتباعت وهكذا. المتجر بتاعك بقى اوتوماتيك هيبدأ يظهر فيه التصميم الجديد. تقدر تعمل تصميم كتير لو انت بتعرف تصمم، ممكن تصمم حاجات خاصة بالمصريين القدماء، بأي تصاميم إسلامية، كلام عربي، أي تصميم انت عايزه، وتبدأ تحطه في المتجر وتنشر الرابط ده عند الناس كلها، بحيث ايه
الناس كلها تشتري من عندك. ده المتجر بتاعه اهوت، يبدأ بقى يظهر فيه كل حاجة جديدة اللي انا هعملها ان شاء الله.